السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واعزائي، واهلا مرحبا بكم. معكم زياد هادي الاستاذ في معهد دراسات الموسيقية العراقي في بغداد. اليوم ارحب بكم اجمل ترحيب، واليوم فقرتنا مختلفة عن بقية الفقرات، واللي دائما طبعا عندنا موضوع مهم، وهو دائما من قبل الأصدقاء والطلبة اللي دائما يأكدون علينا بمواضيع مهمة، اللي هي من ضمنها تقوية الريشة الأصابع. لذلك عندنا تقوية الريشة والأصابع، أو كيف تقوي الريشة مالتك من خلال عدة تمارين. عندنا موجود تمرين عجب طبعا إن شاء الله. فهذا التمرين أولا هو يكون على آلة العود، هذه آلة العود، فراح أسمعكم هذا التمرين. دائما تستخدمون الإيقاع، ومع الإيقاع راح تستخدمون دوري فا با، هذه التمارين. عندنا مثلا دوري مي فا صار مي مي فا ر، دوري مي فا صار دوري مي فا صار مي فا ر، دوري مي فا صار لا سي دو. هذا مثلا عجم، هذا مقام العجم. لذلك دائما تستخدمون دور هذه اللي تقوية الأصابع، يعني عندكم تريدون تقوون أصابعكم دائما دور مي فا صول لا سي دو، إذا السكيل أو السلم دو سي لا صول فا مي ر مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ر. هذا التمرين، فإذا راح ناخذ هذا التمرين يصير عندنا بطيء، ثم أنتم بعد براحتكم راح تاخذوه من عندي وتسجلوه من خلال هذا الفيديو حتى أنتم تقدرون تتمرنون عليه. راح أتمرنه بطيء بس هو سريع، يعني هو المفروض دور بس أنا راح أسلكم يا بطيء لكم للمبتدئين. دور مي فاصل مي فار، دور مي فاصل مي فار، دور مي فاصل لا سي دو صول لا سي دو ري سي دو لا. أوكي، صول لا سي دو ري سي دو لا، صول لا سي دو ري سي دو لا، سي صول لا فاصل مي فار. وينعاد من البداية مرة أخرى ثم نكمل، يعني راح ايدي دو ري مي فا صول مي فا ر، وتكمل لحد هذا القوس، ومن ثم تبدا بعد القوس دو ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ر، دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول لا صول فا مي ر دو. توضعون اصبعكم على المي طبيعي فيسعدكم، او وينتي فعندك دو ري مي فا صول، ومع الايقاع مع التيمبو ضروري جدا. اتمنى انو استفاديتوا من هذه الفيديو، وان شاء الله تحياتي لكم، واتمنى تشاركون هذا الفيديو، واتمنى عندكم ايضا الاشتراك بقناتي، وتحياتي لكم، وحاضرين للاشتراك في الدورات الشهريه اللي هي 8 محاضرات شهريا بالاسبوع، محاضرتين مقابل اجر. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.